على الهدف، الهدف الأول في المواجهة من جانب فريق الفتح الرباطي، تلعب مقوسة دي فورس، جول 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 لفائدة فريق الفتح الرباطي. قلت فرصة لتهديد مرمى الحارس ياسي الحواسي بطريقة اللاعبين الكبار، كانت مفاجئة من جانب مراد باطنة الذي يتمكن من هزم ياسي الحواسي وتسجيل الهدف الأول من جانب فريق الفتح الرباطي. أكيد غتابع الإعادة، كرة ثابتة، قلت بأن الكرات الثابتة ستكون حل من الحلول، كانت مقوسة دائرية أكيد في الزاوية 90، تزم الحارس ياسي الحواسي وتمنح الهدف الأول لفائدة فريق الفتح الرباطي. انتبهوا لعادة من جديد، كان سوء على مستوى التقدير من جانب الحارس، ومشيت الكرة مباشرة في اتجاه الشباك، واكيد فرحة كبيرة من جانب مراد باطنة، اكيد الهدف ديال فريق الفتح الرباطي. واضح كذلك لفائدة فريق الجيش الملكي، هذه فرصة لفائدة فريق الجيش الملكي. واخيرا وبعد طول انتظار الى حدود دقيقة 54 ياتي هدف التعادل، يتم استغلال هذا المحاولة على النحو الجيد من جانب انس عزيمة الذي يقوم بدور المهاجم، اكيد مدافع فريق الجيش الملكي بكرة ثابتة نفذها حسن الطير على طريقة اكيد على المقاس في اتجاه انس عزيمة الذي يحلق ويسدد براسية هدف التعادل لفريق الجيش الملكي، هدف مقابل هدف. اكيد الان ستكون اجواء اخرى وايقاع اخر من